أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10 يوليو للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم انطلاق قمة أفريقية في أثيوبيا لبحث الأزمة في السودان بمشاركة أطراف الصراع. وبرضو عشان ما يصل الاجتماع الموسع ده إلى الهدف المعلن منه، نضع في الاعتبار أولا إنه استمرار الحرب في ظل تعسر الجهود اللي اتبذلت بيعكس إنه في عامل رئيسي غايب. وفي جولتنا أيضا جولة السودان تقف على الأوضاع في ضاحية الصالحة جنوب أم درمان. اليوم الاثنين الصالحة أصبحت في هدوء، ما في أصوات ضرب ولا حتى تحليق للطيران. وفي جولتنا أيضا تحركات لبعض القادة السياسيين في المحيط الأفريقي والأوروبي، هل يمكن أن يجدوا حل للأزمة الراهنة في البلاد؟ جولة السودان التقت القيادي بالحزب الشيوعي والخبير القانوني صالح محمود للتعليق. طبعا من ناحية المبدأ لا يوجد أي ما يمنع أي سوداني من أنه يتحرك في اتجاهات سواء كان في الداخل أو في الخارج، إذا كان الغرض هو إيجاد حل لوقف الحرب. ولا يمكن أن نمنع أي شخص إذا كان عنده القدرة وعنده الإمكانات إنه يتحرك في هذه الدوائر اللي أنت ذكرتها، سواء كانت الدوائر الإقليمية أو الدوائر الدولية. وحول تضارب الأنباء عن لقاء قادة الحركات المسلحة بدارفور، قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو بإنجمينة، جولة السودان التقط عضو مجلس السيادة السابق صديق تاور للتعليق. حقيقة هذا الاجتماع يعني يستوقف الكثيرين إنه لماذا هذا الاجتماع ولماذا الآن، ويعني تداعيات مثل هذا الحراك. يعني هذه أسئلة مشروعة، وإذا ما أثارت القلق وأثارت الاستفهام أيضا يصبح قلق مشروع واستفهام مشروع، خاصة في الظروف التي يمر بها السودان حاليا. كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 7 سنة 2023. لجان مقاومة الشعبية ببحري تؤكد مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة في قصف استهدف مسجد الشعبية مساء يوم الأحد وتندد بالحادث. الجيش يشن هجوما على تجمعات قوات الدعم السريع في مناطق محطة نوبيتا وقسم شرطة أبو آدم بالكلاكلة جنوبي العاصمة الخرطوم، مما أدى لمقتل 2 من المدنيين وإصابة 3 آخرين. الجيش السوداني يعلن استهداف رتل أسلحة وزخائر للدعم السريع بالقرب من حي المطار بالخرطوم. اجتماعات الآلية الرباعية على مستوى وزراء الخارجية تنطلق اليوم الاثنين بأديس أبابا بمشاركة دولية واسعة لبحث الوضع في السودان وإيجاد مخرج للأزمة. مصادر تؤكد مشاركة الجيش السوداني والدعم السريع والسعودية وأمريكا في قمة الإيجاد. وزارة الخارجية السودانية تعلن أنها لن تتعامل مع مبادرة إيجاد ما لم يتم إبعاد كينيا رئاسة اللجنة الرباعية. الخارجية الأمريكية تدعو لعدم التدخل الخارجي في النزاع المسلح في السودان وتحيز طرفي الصراع في السودان لوقف القتال والعودة إلى السكنات. الخارجية الأمريكية رسالتنا واضحة لشركائنا في أفريقيا، وهي أنه لا حل عسكري للصراع في السودان. وفد القادة السياسيين يعقد مباحثات مكثفة في تشات وأثيوبيا مع مسؤولين ودبلوماسيين رفيعي المستوى في البلدين لبحث الأوضاع في السودان وكيفية الوصول إلى حل الأزمة ووقف الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. خالد عمر يوسف نحث المجتمع الدولي على دفع المبادرات الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان.
الأجهزة الأمنية بولاية الجزيرة تقتاد الصحفي أبو عبيدة عوض وعدد من المواطنين بحجة الاشتباه في انتمائهم للدعم السريع، وشبكة الصحفيين تستنكر بشدة الأساليب المتنافية مع القيم الإنسانية التي تتبعها الأجهزة الأمنية بولاية الجزيرة في حاضرتها مدينة بوت مدني. قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان يعلن استعداده لتجهيز آلاف المقاتلين للانضمام إلى الجيش لمساندته في قتاله ضد قوات الدعم السريع. سلطة الطيران المدني السودانية تعلن تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 31 يوليو، ويستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة. الأمم المتحدة تحذر من أن السودان على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة وقد تزعزع الاستقرار في المنطقة بأكملها. شبكة الصحفيين السودانيين: السلطات الأمنية في ولاية القضارف تمنع الصحفيين من تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها النازحون من ولاية الخرطوم. أزمة مياه خانقة تشهدها منطقة شنبات شمالية الخرطوم، حيث ضاعفت معاناة المواطنين بسبب توقف محطات المياه منذ اندلاع شرارة الحرب في البلاد. لجان مقاومة جبرة بالخرطوم تطالب قوات الدعم السريع بالخروج من منازل المواطنين، وتتهمها بكسر المنازل وسرقتها وسحب السيارات من داخلها وخارجها وحرق السيارات التي عجزوا عن تشغيلها. العاملون في المرافق الحكومية في الولايات المتأثرة بالحرب يطالبون بصرف رواتبهم ويقولون أنهم يعيشون ظروف صعبة وأوضاع مأساوية. ارتفاع أسعار السلع بصورة كبيرة في مدن العاصمة والولايات المتأثرة بالحرب ومعاناة كبيرة للمواطنين في الحصول على السلع. مبادرة أمل بالحاج يوسف تطلق حملة لإصلاح البيئة، وتأتي الخطوة في إطار إسهامات الشباب في توسيع جهود الطوارئ في ظل الظروف الاستثنائية وغياب حملات إصلاح البيئة بسبب الحرب. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بانطلاق القمة الأفريقية في أديس أبابا اليوم بمشاركة طرفي الحرب، الجيش وقوات الدعم السريع ووزارة الخارجية السودانية وممثلين لمنبر جدة السعودية وأمريكا، وأيضا بمشاركة الاتحاد الأفريقي والإيجاد وممثلين لقوى سياسية ومدنية سودانية. جولة السودان التقت القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله، وسألناه هل يمكن أن تفضي هذه المباحثات إلى اتفاق وإيقاف الحرب في السودان؟ مرحبا بك أستاذ. لتقييم حقيقة ما يمكن أن تفضي إليه الدعوة لاجتماع موسع في أديس، واللي بيشمل إضافة إلى طرفي الحرب قوات المسلحة والدعم السريع وزارة الخارجية السودانية وممثلين لمنبر جدة اللي هو السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأفريقي، المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد، وممثلين لقوى سياسية ومدنية. يلاحظ أنه هذه الدعوة جاءت والحرب بتدخل شهرها الثالث، مرور 3 شهور دون توصل كما افترض طرفيها حسمها عسكريا، وباستحضار ما نجم عنها من خراب ودمار وتغييب يعني مقصود لجهاز الدولة والأجهزة الأمنية، وما نجم عنها من خسائر لا تقدر بثمن في الأرواح وفي المصابين وفي النازحين، إضافة إلى الخسائر الفاتحة في مقدرات السودان الاقتصادية والبنى التحتية وأنشطة وأملاك ومقتنيات مواطنو. المنبر يعني بيجي في محاولة، أو الاجتماع الموسع في محاولة لتقليص التباينات الناجمة من تعدد المبادرات وتعدد المراكز وتعدد الجهود،
وبرضو عشان ما يصل الاجتماع الموسع ده إلى الهدف المعلن منه، نضع في الاعتبار أولا إنه استمرار الحرب في ظل تعسر الجهود اللي اتبذلت بيعكس إنه في عامل رئيسي غايب، وهو أولا إلى أي مدى يمكن أن يقتنع طرفي الحرب بأنه هي استخدمت لحل قضايا سياسية وصراع حول السلطة، وبالتالي المفتاح الرئيسي لابد أن يقتنع طرفي الحرب بأنه أزمة السودان لا تحل بالعنف وإنما بحل سياسي سلمي. وعلى هذا الأساس بيبقى الاجتماع الموسع يمتلك بأي قدرة وآليات حتى يوصل الطرفين لهذه القناعة الراسخة اللي بتعززها أكثر، إنه مضي ما يقارب ال3 شهور من عدم الحسم العسكري يؤكد بلا جدوى الحرب في حسم الصراع حول السلطة أو إيجاد حلول للقضايا التطور الوطني في السودان، خاصة إذا استحضرنا التجارب اللي خاضتها القوات المسلحة السودانية منذ ما عرف بتمرد كتيبة توريد في 1955، بعد 18 سنة من هذا المواجهات العنيفة ما بين الأنانية والقوات المسلحة، تم اتفاق أديس أبابا، بمعنى إنه ده كمثال بيؤكد إنه الحرب لابد أن تنتهي بحلول سياسية سلمية من خلال مائدة التفاوض. المنبر الموسع دي بيجي محفوف ببعض العقد وضعت الخارجية السودانية ووضعت القوات المسلحة في منشار الحل، ولا إذا تأملنا أطرافه فيما يتعلق بالأمم المتحدة وتصريحات الأخيرة وبعثة الأممية اليونيتامس، الخارجية السودانية والقوات المسلحة عندها موقف سلبي من رئيس البعثة وبالضرورة من البعثة ككل فيما يتعلق بطرف ثاني وهو الإيجاد. الخارجية السودانية عندها اعتراض في إنه اللجنة الرباعية من رؤساء 4 دول ترأسها كينيا، باعتبار إنه كينيا حسب نظر الخارجية السودانية وحسب نظر القوات المسلحة إنها طرف غير إنها طرف منحاز في الصراع لصالح الدعم السريع، وبتشير لارتباطات قائد الدعم السريع بالرئيس الكيني اقتصاديا وسياسيا وماليا. نجي للطرف الثالث وهو الاتحاد الأفريقي اللي هو الداعي لهذا الاجتماع الموسع. الخارجية السودانية بتتحجج بأنه السودان اتحاد جمد عضوية السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، وبالتالي ده بيضعف من فرص أو حق السودان في أنه يتعاون مع جهة معلقة أو مجمدة عضويته فيه. نجي للطرف المدني. حقيقة الطرف المدني من ظهور وفود مع الرئيس اليوغندي موسفيني سارت ردود فعل متعددة، وهنالك من يعتقد انه الاولى انه تتوحد الجبهه الداخليه باعتبار تجربه السودان من ما اشرنا لتمرد كتيبه ال 18 في 1955 مر بحلول وجهود واتفاقيات مرعيه او مضمونه بضمانات اقليميه ودوليه، ولكنها كلها تبددت ادراج الرياح، وبالتالي بيبقى العامل الحاسم بالاستيعاب اللي قلناه لطبيعه الحرب.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى محلية أم درمان وبالتحديد ضاحية الصالحة والتي شهدت طلعات للطيران السوداني وأيضا إطلاق للمضادات الأرضية من قوات الدعم السريع. جولة السودان التقت إحدى المواطنات من هناك لتعكس لنا الأوضاع في الصالحة خلال الأسبوع الماضي وحتى صباح اليوم. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. أنا نقول لكم الأحداث من اليوم قبل يوم الوقوف بعرفة. كان في ضرب تقيل في بالرغم من أنه كان في إعلان هدنة يوم عرفة ويوم العيد، لكن الضرب كان مستمر في أم درمان في سلاح المهندسين، وفي الصالحة في الشقلة وفي أم بدات الضرب كان تقيل. نسمع تحليق الطيران، أصوات المضادات، والضرب كان في صالحة من الشقلة لحد حي الجامعة، وفي معسكر الدعم السريع في طيبة قبل يومين كان بالليل الساعة 9 كان فيه ضرب، ولحد أمس الصباح كان في ضرب وبالليل كان في ضرب. اليوم الاثنين الصالحة أصبحت في هدوء، ما في أصوات ضرب ولا حتى تحليق للطيران. المواطنين الأيام الفاتت ما في تحركات لأنه الاشتباكات كانت شديدة، لكن الآن المواصلات رجعت، حركة المواطنين طبيعية، الأسواق فاتحة. لكن تقريبا قبل يومين سمعنا أنه السوق الشعبي أم درمان ضربوه. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وحول تحركات القادة السياسيين نحو الخارج في الأسبوع الماضي في المحيط الأفريقي وبعض الدول الأوروبية. هل يمكن إيجاد حل للأزمة الراهنة في البلاد؟ هذا السؤال توجهنا به قيادي بالحزب الشيوعي السوداني والخبير القانوني صالح محمود للتعليق. مرحبا بك. الإجابة على سؤالك إنه نشطت قوى سياسية، تحديدا قوى الإطاري أو قوى الحرية والتغيير وغيرها، في جولات معروفة ومعلنة في عواصم الدول اللي انت ذكرتها، يعني كامبالا ونيروبي ربما وأنجمينا. طبعا من ناحية المبدأ لا يوجد أي ما يمنع أي سوداني من انه يتحرك في اتجاهات سواء كان في الداخل أو في الخارج إذا كان الغرض هو إيجاد حل لوقف الحرب. ولا يمكن أن نمنع أي شخص إذا كان عنده القدرة وعنده الإمكانات إنه يتحرك في هذه الدوائر اللي أنت ذكرتها، سواء كانت الدوائر الإقليمية أو الدوائر الدولية. ولكن هناك فقط حدود في إنه يجب أن لا تكرر هذه القوة الأخطاء اللي أوصلت البلد لهذه المرحلة، اللي هي تحديدا إنه هذه القوة لم تكن لديها التفويض الكافي عشان ما هي تقوم وتتفاوض نيابة عن السودانيين في قضايا قومية، من بينها قضية التحول الديمقراطي وإقرار السلام ووقف الحروب بطريقة مستدامة. هذا الشأن يخص الشعب السوداني. الحلول الفوقية والحلول المستوردة من الخارج مع اتفاقات تتم مع قوى إقليمية ودولية بدون مشاورة الشعب السوداني، هذا هو الخطر، وهذا لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى حل مستدام ومقبول. المهم في الموضوع إنه نحن نتوقع أيضا أن تنشط قوة أخرى وتنشط قوة في اتجاه وقف الحرب فقط، ولكن مناقشة قضايا ما بعد وقف الحرب، قضايا الحكم والسياسة، هذه مرحلة يجب أن لا يخوض فيها أي أحد، لأنه لا يملك أي أحد الآن تفويض لرسم خريطة للسودانيين في كيفية حكم السودان بعد وقف الحرب في عدم وجود تفويض، لأنه ما عندنا مجلس تشريعي منتخب ومفوض من الشعب عشان يعبر في هذه القضايا مع الآخرين أو يخش في اتفاقات مع الآخرين. أيضا ما عندنا اللحظة الثورية اللي بيخول لأي أحد مننا إنه يخوض نيابة عن الشعب السوداني في الخوض في قضايا وحسم قضايا تخص مرحلة ما بعد الحرب. دي مسائل يجب أن تكون واضحة لكل الناس اللي بيتحركوا في اتجاه مخاطبة هذه الأزمة بجوانبها المختلفة. أنا عندي بس ملاحظة واحدة برضو، هناك قوة صامتة ظلت صامتة لحد اليوم، وده مسألة برضو أنا أعتقد ما إيجابية، هي قوة التغيير الجذري، وهي قوة ذات أعتقد ثقل سياسي معتبر
ولكن صمتها وعدم التفاعل مع الأحداث وإن كان على المستوى الداخلي بالصورة الكاملة أو على المستوى الإقليمي والدولي ده بيغيب صوت قوى التغيير الجذري، وهذا يعني غير إيجابي بأي حال من الأحوال. يجب على قوى التغيير الجذري أيضا أن تنشط لتوصيل صوتها وبرامجها ورؤيتها فيما يتعلق بقضية وقت الحرب، ويكون عندهم حضور في أنشطة ذات العلاقة بوقف الحرب، سواء كان على مستوى مؤسسات الاتحاد الإفريقي، الإيجاد، مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وأيضا مع جهات أخرى من بينها يعني مجلس الأمن الدولي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، المفوضية السامية للاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. أنا أعتقد أنه قوى الحرية والتغيير عندها مساحة واسعة جدا. قد تكون مشاكل الإمكانات التحرك من الداخل للخارج واحدة من الأشكال، لكن إذا توفرت الرؤية والخطة أنا أعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة في تتحرك وفود أيضا بنفس المستوى من سواء كان من الداخل أو الخارج للتعامل مع أو مقابلة هذه المؤسسات لإيصال رأي قوى التغيير الجذري، اللي هو أيضا يعني رأي مطلوب في اتجاه وقف الحرب، وفي تأكيد أنه لا يمكن مناقشة أي قضايا ذات طبيعة يعني قومية تخص مستقبل السودان ما بعد الحرب إلا بعد وقف الحرب وبعد الحصول على التفويض الكافي من جماهير الشعب السوداني. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى دولة تشاد، حيث رشح أن هنالك لقاء تم بين قادة الحركات المسلحة جبريل إبراهيم ومني أركم الناوي والطاهر حجر والهادي إدريس ونمر عبد الرحمن بعبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع بإنجمينة، وإمكانية هذا اللقاء في تهدئة الأوضاع في إقليم دارفور. جولة السودان التقت عضو مجلس السيادة السابق البروفيسور صديق تاور للتعليق. الاجتماع الذي انعقد في إنجمينة عاصمة تشاد وضم عدد من القيادات ما يعرف بسلام دارفور، إضافة إلى عبد الرحيم دقلو مع الرئيس التشادي محمد دبي. حقيقة هذا الاجتماع يعني يستوقف الكثيرين إنه لماذا هذا الاجتماع ولماذا الآن، ويعني تداعيات مثل هذا الحراك. يعني هذه أسئلة مشروعة، وإذا ما أثارت القلق وأثارت الاستفهام أيضا يصبح قلق مشروع واستفهام مشروع، خاصة في الظروف التي يمر بها السودان حاليا. الآن نحن على أعتاب الشهر الرابع من هذه الحرب اللعينة التي يعني دمرت الكثير من التغيير، ولكن يعني الارتداد على الثورة السودانية وخاصة بعد انقلاب 25 أكتوبر و مؤامرات القوى المعادية أوصلت الأمور إلى مرحلة الانفجار المسلح داخل العاصمة وبعض الأقاليم. وكما ذكرت هذا يعني قلق مشروع، لأنه انحصر في الفاعلين السياسيين المسلحين من إقليم دارفور، وهذا يمثل مؤشر غير مريح ومؤشر خطير، يعني ما يسفر عنه فيما يتعلق بوضعية إقليم دارفور بالنسبة للسودان في ظل ظروف هذه الحرب. ولكن بتقديري إنه يعني تشاد كدولة شقيقة وجارة إلى الآن سياستها لا تشير إلى نوايا غير حرصها على أن لا تتأثر سلبا بالاضطراب الأمني في السودان بسبب هذه الحرب،
وبسبب تطاول هذه الحرب، خاصة إنه إقليم دارفور هو إقليم محادد ومجاور ومتداخل قبليا مع المكونات الاجتماعية في تشاد. وما يحدث في دارفور ينعكس على تشاد سلبا أو إيجابا. ومن هنا يأتي اهتمام تشاد كجارة وشقيقة بأن يكون هناك استقرار على الأقل بالقدر الذي يمنع انتقال التداعيات السلبية والفوضى والتوترات إلى داخل الدولة، ويؤثر في الأوضاع الأمنية والأوضاع الاقتصادية والسياسية وغيرها. لذلك أتصور أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق أن تشاد كحكومة تريد أن تحمي نفسها من استمرار الانفلات الأمني والمواجهات والاضطرابات الأمنية في دارفور، وفي ظل أن من يعني الآن يمثلون أو يشكلون جزء من معادلة الاستقرار الأمني في دارفور هم مجموعات سلام دارفور بتقاطعاتهم المختلفة، وعليهم مسؤولية، على الرغم من أنه حتى الآن لم يثبت هؤلاء اهليتهم ل يعني تحقيق الاستقرار والامن لاهالي دارفور. ولكن الغريب طبعا والمثير للاستفهام هو وجود قائد ثاني قوات الدعم السريع ضمن المنظومة. بهذا المستمعون الكرام تكاملت موضوعات جولة السودان اليوم، لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.